صدقيني يا امنيه، صدقيني انتوا غزل مش انا اللي مشغل اغاني. امنيه انا حلوه انت وهي البطل اللي جنب مني. انت انت بقى. طب مش عيب عليكي كده تشغلي اغاني ماما لسه ميته؟ قلت لها كده يا حلوه. مش عيب مش عيب تبقى قليله دخلاتي واخش سكتي كده من غير ما يتعملي فرح ولا زفه. مش عيب عليكي يا اموره انت وهي تخبطي عليا قليله دخلاتي. وبعدين يا ام ما تكلمنيش كده، كلميني وانت واقفه. لا انا اتكلم براحتك. ادي يا غزل. ايه يا شبح؟ واحدة واحدة. الله ما تتكلمش العيال كده، واحدة كل حاجة واحدة واحدة هنا هتمشي. طب احنا جعانين. لا ثواني بقى، مش الموضوع كده بقى. طيب انت اللي جبتي لنفسك. بصي انا جعانة قوي بقى، انا وغزل جعانة. عايزاكي تحضرينا الغدا. جعانة؟ ايوه جعانة حبيبتي. ايوه يا بابا. مش انت يا بابا جايبها يا بابا عشان تحضر لنا الفطار والغدا والعشاء وتغسل لنا هدومنا برضو وتحرقوا الحمام يا حبيبتي من أيوة. بس يا جلجل بقول لك ايه، خش غير الفستان دوت، يلا غدي العيال. اسمعي كلام بابا، يلا اعمل ايه يا حجوجله؟ اكليهم اكليهم. انت عايز ليه الدخلات؟ يعني محدش يخبط عليا اصلا. بس اهدي بس، تعالوا يا عيال بقى عشان نقعد مع بعض. وحشتوني. يا تعالوا. تقعد مع مين يا حجوج؟ مع العيال. انت هتقعد معايا انا حجوج. وتفضل ادخل جوه حجوج. يلا العيال جعانين. يلا حجوج. واحده واحده يا شباب. اموره انت وهي سندوتشين فلافل من جوه وكله. يلا حلوه انت وهي. لا ما انت مش جايه تقعدي انت. امنيه واحده واحده. امنيه. نعم. انا ماما. ماما؟ لا طبعا مش ماما. انا دافع بالجواز دي 3000 جنيه يا امنيه. واحده يا شبح. حلو. واحده واحده يا شبح، مش كده على العيال. ايه ادخل جوه حجوج. منك لله يا ام صندوس. ادخل يلا حجوج. ايه ده؟ عم تعمل كده؟ ادخل قدام حجوج. ايه ده؟ بص يا حجوج، انا مش عايزه حبتك تتقل قدام العيال. اقول لك ادخل من مره واحده تدخل على طول. بقول لك ايه يا حجوج، البنات جعانين وبيخبطوا. تمام. بقول لك يا حجوج، سيبهم انا اتصرف معاهم، احنا بنات زي بعض وفاهمين بعض يا حجوج. ربنا يستر ربنا يستر. انا عايز اقول لك على حاجه. اه حجوج، انت هتقعدي معانا كده شويه. تمام. ها بعد كده هفتح لك مخك دوت كده اهو، هطلع لك مخك هلمعه وانضفه وهتبقي زي الفل باذن الله. شكل انا اللي هفتح لك مخك يا حجوج. بقول لك يا حجوج، انا عايزه حاجه هلس. طب اقول لك على حاجه، انا عايز ابدا السهر. اقول لك على حاجه يا حجوج، انا دافعه في الجواز دي 3000 جنيه. انت زهقتيني هتقول لك. اقول لك ايه؟ ها لا بس اكل العيال. تمام. وبعد كده نبداوا اليوم بتاعنا. احنا هنبداوا اليوم وبعد كده ناكلوا العيال. امان عليك، دول عرايس يعني بيعرفوا يحضروا اكل لنفسهم يا حجوج. هو انا اللي جاي بتخدميهم؟ ربنا يستر. هنشغل اغاني يا حجوج وهنشهيصوا الدنيا. سبت اتنين وتلات الدور شغال شحات، حتى اربعه وخميس العيال وحضر لهم اكل. انت مش طالع من الاوضه دي يا حجوج، ايش في النار عشان عايز انام؟ امانة عليك اطلع العيال جعانين. لا منك لله يا ام سندس، منك لله. عمرك في حياتك ما جبت عروسه عدله ابدا، من ايام ابويا، من ايام ابويا والله. شكرا حاجه.
غزل، ده أول مرة ينسانا كده يا غزل، ده حتى ما سألش علينا ولا غدانا ولا حتى عشانا يا غزل، وإحنا طول الليل عمالين نخبط عليه وهو مش بيفتح لنا الباب يا غزل. أيوة يا كمان يا أمنية، ده نسى ماما. أيوة يا غزل نساها خالص يا غزل. غزل. نعم. بس احنا يا غزل مش هنسيبوها تاخد بابا مننا كده بسهوله يا غزل. ايوه يا امنيه اكيد، احنا لازم نمشوها باي طريقه. ايدي في ايدك اللي احنا ما نسقفش. صباح الخير. صباح الخير يا بابا. ايه يا مال؟ احنا زعلانين منك قوي، انت نسيتنا يا بابا وطول الليل عمالين نخبطوا عليك يا بابا وانت مش بتفتح لنا الباب. ايوه يا بابا انا زعلانه منك. معلش يا غزل. معلش يا امي، غصب عني حبساني في الاوضه. نسيت ماما؟ لا ما نسيت، انا اقدر انسى امكم؟ ده لسه الصبح قررها الفتحه. امال ايه؟ حبساني في الاوضه مش قادر تطلعني. الحاج اتحبس في الاوضه برضه. معلش يا امي. معلش. معلش؟ الغربان الجديد ليه شده. اقول لكم على حاجه. نعم. انا هروح الشغل. تمام ماشي يا بابا. بقول لكم بتظبط نفسها بس وهتلبس وطالعه لكم دلوقتي، هتحضر لكم فطار وهتعملوا كل اللي انتوا عايزينه. انا اتفقت معاها خلاص، صفحه جديده اللي امتحان امبارح دوت تنسوه خالص. ماشي. تمام ماشي يا بابا. عايزين حاجه؟ لا. فين بصت بابا بقى انت؟ ايه وحضن بابا في ايه مالك؟ ايه يا ولد بصت بابا؟ ادي بصت بابا. ربنا يخليكم ليا. عايز اقول لكم على حاجه. اتفضل. انتوا احلى حاجه في الدنيا دي كلها. شكرا. احبكم. وانا كمان يا بابا احبك قوي. يلا السلام عليكم. ماشي يا بابا. انا هوريك. كنتوا فين؟ ياللي كنتوا جنبي وهياكولي الدنيا بيكوا بامبي. طب ليه سبتوني في شدتي لوحدي؟ انا هبعكم معلش غصب عني. سابت مكاني وعقلي زي ما انا ما خدتش حاجة. استغنى بروحي كحة اخد يوم فريتش. حتى يا جم فاضي لابس توم الفيتش ولسه بدري انا خاصة لسه ما ابتديتش. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده صباح الخير. صباح النور. مفيش مبروك يا عروسة؟ مبروك؟ انا قلت مبروك؟ لما تقوليش ليه يا أمنية؟ مش هقولك مبروك. طيب ماشي يا ستي. ماشي. أكلتوا؟ لا ما أكلناش. يا بقى تاكلوا؟ لا ما أيوة طبعا ما احنا هناكلوا، ما احنا جعانين. انت دلوقتي هتاخدي بعضك كده وتدخلي المطبخ وتحضري لنا بقى الفطور. لا الكلام ده كان امبارح. ليه؟ النهارده طلعنا صبح جديد. يعني معنى كده ايه؟ يعني النهارده في كلام جديد. انا هدخل المطبخ بس انتوا معايا. معاكي؟ ايوه احنا معاك. لا انت شكلك نسيت الكلام اللي انا قلته لك امبارح. يا حبيبتي بابا جايبك هنا عشان تحضر لنا الفطار والغدا والعشاء وتغسل لنا هدومنا فقط. اسمك ايه؟ اسمي ايه؟ اسمك ايه؟ اسمي امنية. يا امنية قلت لك الكلام ده كان امبارح، النهارده يوم جديد. يعني بص يا حبيبة قلبي، تيجي معايا اسبوع اعلمك فيه، بعد الاسبوع ده هنعيش عيشة اجانب، كل واحد يرضي نفسه بنفسه، تفطري افطار، تتعشي، اتغدي، تغسلي هدومك اغسليها. خلاص؟ خلاص؟ وتقولي اختك كل يوم انت واختك العصولة دي. يلا بينا على المطبخ. مش عصولة. طب غزول، يلا بينا على المطبخ. طب خلاص بقى ادخلي انت المطبخ واحنا جايين وراك. يلا ادخلي. مش هعمل حاجة من غيركم. بقولك ادخلي. مش هعمل حاجة من غيركم. بقولك ادخلي. ماشي يا امي. بحط رجلي في اي حتة اتخانق على جبهة يومها وقال عصبوني فكروني واضرب واحدة في سلام. ايوه غزل. ايه يا امنية؟ اتفقنا؟ اتفقنا. يلا بينا. يلا بينا. يا أمنية قوليلي هنعمل ايه؟ انا بقولك يا غزل احنا هنعمله ايه؟ ايه؟ ايه بتتكلم كده؟ لا يا حبيبتي انت انا كلامها غريب اوي، لقيت كلامها وحشة اوي.
بتاعتها وحشه قوي قوي يا غزل. احنا بقى هنعملوا ايه؟ ايه هنفضل نرش كده 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 يا غزل ليه؟ ونروح نقولها نحضنها حبيبتي احنا بنحبك قوي، هنقول لك يا ماما انت جميله قوي انت طيبه قوي، نقدر نقولها كده وهي تتفاعل فيها. معلش يا غزل لسه حبيبي يا معلش لا ده وحش قوي خلاص يا ابني كبسه. معلش يا غزل يا مامي كم ايه ده جلجل جلجل احنا بنحبك قوي يا جلجل. جلجل احنا جاهزين بقى علمينا